فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما التفصيل في مسألة إظهار الدين في بلاد الكفر بالنسبة للمسلم الذي يعيش في تلك البلاد؟ يظهر دينه بمعنى أنه يدعو إلى الله ولا يسكت، يدعو إلى الله، يدعو إلى الإسلام، يقيم دينه ولا يتنازل عن شيء منه، صلاته، صيامه، جميع أمور دينه لا يتنازل عن شيء منها لأجل إرضاء الكفار أو لأجل أن يعيش معهم، لا يتنازل عن شيء من دينه. هذا إظهار الدين. ما هو إظهار الدين أنهم يتركونك تصلي وتصوم ولا يتعرضوا لك، هذا ما هو إظهار الدين. إظهار الدين أن تبين ما هم عليه من الكفر، وأن تدعوهم إلى الله عز وجل، وأن تظهر دينك ولا تختفي. بعضهم، بعض المسلمين إذا راحوا هناك يختفون في صلاتهم، يصلون مكان خفي ولا يظهرون دينهم، يخافون من الكفار. هذا هو الخسران والعياذ بالله. أظهر دينك، دينك شرف، دينك شرف. وهم إذا رأوا الإنسان متمسكا بدينه احترموه أكثر، وإذا رأوه متساهلا بدينه فإنهم يؤذونه، يسلطون عليه، سلطهم الله عليه. نعم، الدين شرف ولله الحمد، ما هو بشيء يخفى عن الناس بل يظهر. كثير من يسلمون إذا رأوا المسلمين يصلون ورأوهم يؤذنون ورأوهم، دخل الإسلام في قلوبهم. نعم.